دلوقتي احنا عايزين ندرك اللي يظهر هنا. طب ده ايه؟ معلش نعرف ده ايه الاول. دوت عبارة عن حضرتك يا فندم، اللي هي عبارة عن دي الكلمة دي اللي هي سب فورم او سب فورم. يعني ايه سب فورم؟ يعني ايه سب فورم؟ سب فورم يعني ممكن يعني ادراك او شوف فورم معين، سب وورد يعني شوف تقرير. طب انا دلوقتي ايه؟ انا عايز اسحب، انا عايز دي تظهر، دي تظهر تاني، دي تظهر هنا في الشكل ده. يبقى هنقف عليها ادراك السب فورم من اي فورم اخر، وبنختار اللي هي اسمها ايه؟ تيبل 2. نجيب تيبل 2. طب تيبل 2 ده عبارة عن جدول ولا فورم؟ لا فورم. يبقى فورم دوت تيبل 2. خلاص كده. تمام كده ظهرت اهي. تمام كده. طيب في هنا خلفية بيضة عادي جدا يا جماعة، ما فيش قلق. هنقف عليها كده اهو، وبتختار اي خلفية خليها لون البرنامج، حتى اي خلفية، ممكن خلفية زرقاء حتى نفس لون البرنامج، وممكن تعدل عن طريقها ونكبر شوية كده. يبقى شركة الاتحاد. يبقى احنا كده عملنا شيك كبير الدخول. طيب احنا هنا عايزين نعمل لها تظهر نفس النظام، ما فيش مشاكل. هتقف عليها، هتقف عليها ونختار اللي هي، معلش انا اسف يا جماعه، المفروض نختار اللي هي ديزاين فيو دي. هنقف عليها كده لحد ما تبقى كلها برتقاني. بعد كده هنقول هنشيل فورم 3 ده ونحط فورم تيبل 2. يبقى اصبح واجهه البرنامج ظهرت اهي. طيب هنخش، فاكرين الباسورد اللي احنا كنا جايبينه 700؟ كلمة سجل مطابقة، والله ما فاكر. 700 باين. 700. تغيير اسم البانر، هنخليها مثلا شركة السيدة. بنطلع ونخش، شوف صارت ازاي، اتغيرت شركة السيدة.